الزميل عمار غسان، أهلا بك معنا في نشرتنا الإخبارية. عمار، ما الجديد لديك وهل تمكن المجلس من عقد جلسته؟ تفضل. نعم حسن، لا جديد حتى الآن. الجرس كما تسمع يقرع، ولكن حتى الآن لم يكتمل النصاب ولم تعقد الجلسة بسبب كثرة الاجتماعات. النواب موجودين في مجلس النواب لكنهم لم يدخلوا إلى القاعة الدستورية لعقد الجلسة. أكثر النواب الآن هم منشغلين بالاجتماعات وخاصة في اللجنة المالية. اللجنة المالية مستمرة باجتماعاتها مع رؤساء اللجان للنقاش حول موضوع الموازنة، الموضوع الأكثر شيء يعني هو يعني يدار الحديث حوله في أجواء في أروقة البرلمان. وأيضا تم استضافة المحافظين، جميع المحافظين وصلوا إلى مبنى البرلمان ويتم النقاش حول موازنات المحافظات ومتطلبات المحافظات أيضا. وأيضا هناك بعض الخلاف البسيط، وهو ليس خلاف، ربما نقاش عن موضوع الوزارات وحصصها. هناك بعض الوزارات تستنزف أكثر مما يحدد لها في الموازنة من صرفيات، وعلى العكس هناك وزارات أخرى لا تصل يعني صرفياتها إلى 25% من قيمة ما حدد لها بالموازنة. يتم دراسة الموضوع دراسة جيدة، خاصة وأن هذه الموازنة هي موازنة لثلاثة أعوام، دراسة بها مستفيضة من قبل اللجنة المالية ومن قبل رؤساء اللجان وأيضا بعض الشخصيات الحكومية والمحافظين الذين قدموا ويعني قدموا يعني صرفياتهم الكاملة لكل محافظة إلى اللجنة المالية لبيان نقاشها وصرفها خلال الموازنة القادمة وخلال الأيام المتبقية للنقاش. تحدث لنا النواب عن أن آخر حد لإقرار أو أقصى حد لإقرار الموازنة هو نهاية الشهر الجاري، ربما يوم 10 بالشهر ينتهي موضوع النقاشات ويطرح جدول الأعمال في جلسة الموازنة في جدول الأعمال، ربما يوم 10 بالشهر يكون هذا الموضوع أو الأيام التي تليه. لكن أقصى حد في حال تأخرت الموازنة هو موضوع الشهر الحالي، موضوع سلم الرواتب الذي يثار جدل حوله. هناك مطالب من قبل بعض النواب أيضا قدمت إلى مجلس الوزراء ليتم الآن الجلسة هي منعقدة، مجلس الوزراء يعقد الجلسة ويتم النقاش حولها، لكن البرلمان ليس له أي علاقة. بعض النواب المستقلين قدموا طلب لنقاش هذا الموضوع وللتصويت عليه، كون خرج عليه يوم أمس تظاهرة مطالبين بتعديل سلم الرواتب. والموازنة كما قلت لك هي قيد النقاش وقيد الدراسة، والاجتماعات حتى الآن مستمرة للنقاش حول هذا الموضوع، لكن الجلسة لم تعقد بسبب دخول النواب إلى الاجتماعات النقاش حول قانون الموازنة. نعم زميلي عمار غسان، كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.